التعادل السلبي يحسم لقاء فريق القاسم أمام الصناعة ضمن الجولة الخامسة. تصريحات الفريقين بعد المباراة. سوء حظ يعني ما أعرف يعني سبحان الله عدم توفيق يعني كل المباراة يعني اللي لعبناها نوصل وهذا وحتى الأهداف اللي تصير علينا يعني الكرات ثابتة. كنا محتاجين التعويض بهاي المباراة على أساس أنه على أرضنا وهي فريق منافس مباشر لنا بس قدر الله ما شاء فعل. يعني اليوم إحنا بصراحة كنا منين نفسي انه نفوز بس ما صارت. اعتقد المشكله بينا احنا كلاعبين لان الاداره موفره كل شيء، الكادر التدريبي يعني منطق شيء للاعبين، لكن اعتقد المشكله هي احنا كلاعبين. كنا نتامل بخطف ثلاث نقاط، فريقنا حصل على فرص، فريقنا في اداء تصاعدي، لاعبين شباب نتمنى ندعمهم من كل الجهات وخاصه الجهات المسؤوله على نادي القاسم. طموحنا كان الفوز ثلاث نقاط بس اعتقد النتيجه ايجابيه يعني خارج ارضنا واحد كل تعادل نتيجه ايجابيه. الحمد لله حصلنا على نقطه وكان املنا احنا ثلاث نقاط. الحمد لله وشكر ان شاء الله القادم افضل ونوعد جمهورنا ان شاء الله نقول له ان شاء الله بقادم المباريات نحصد الثلاث نقاط. مدرب فريق القاسم علي جبار يقدم مقترح للجنه الحكام بعد الاخطاء المتكرره. هناك عتب والمفروض من يخطأ الحكم يتعاقب. أتمنى تشوفون الأخطاء، هو نفسه يشوف الأخطاء. خطأ في مباراة الطلبة سبب لنا الخسارة من علي صباح وما تعاقب. هناك لجنة حكام وهناك تقييم للحكام وبرامج للحكام. علي صباح أخطأ في مباراة الطلبة وما تحاسب. اليوم مساعد الحكم أخطأ وما تحاسب. فإحنا كرة القدم في الهاوية إذا ما كانت هناك حكام على مستوى عالي، أنا عندي أطروحة جيدة تخدم لجنة الحكام. أنتوا لا تخلون مباراة شبابية بحكامها، أنتوا طعموا مساعدين حكام يكونون خبرة ويكونون دوليين مع المساعدين مع الحكام الشباب. إحنا الحكم الشاب ما يقدر يقود المباراة بضغوطاته، هواي أخطاء عند الحكام وخاصة الأيمنيين.